اوكي انا عندي خلينا نسجل غريب من جيجيزي. أنا إمام مسجد في طرابلس، وكنت سابقا أحمل الشعارات الشريفة بين يدي، وبقي لي أكثر من 10 سنوات لم أحملها، فأحسست بالتجليات علي في لحظة لم أشاهدها من عشر سنين تقريبا. فريدة من نوعها لا توصف، تجليات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تكون بين يدي منظر رهيب يا أخي. معرض الآثار النبوية الشريفة حول العالم هو معرض ليس الأول من نوعه في لبنان فقط، بل في العالم العربي والإسلامي. طبعا المعرض يضم عدد كبير من المقتنيات والآثار العائدة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأيضا عدد آخر يعود لعدد من الأنبياء والرسل عليهم السلام، وفيه جناح مخصص للآثار والمقتنيات القيمة العائدة لآل البيت ولصحابة الكرام، وأيضا للخلفاء الراشدين. وجزء كبير من معروضاتنا هي التي في قصر التوبكابي بإسطنبول الموجودة في دائرة الأمانات المقدسة، حيث تشكل يعني أكثر من نصف هذا المعرض، إضافة إلى جناح متخصص حول عمارة الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا القدس الشريف.
أكيد نحن بطرابلس بنفتخر بأنه استضافت هالمدينة هيك معرض حلو وغني بهالصور هيدي. يعني آثار النبي عليه الصلاة والسلام غنية وبتغني مدينتنا ونحن بنتشرف بهيك معرض. طبعا أكيد لما شفنا هيك هالصور هيدي بعد ما خلصنا إن شاء الله بدنا نشوف شعارات النبي عليه الصلاة والسلام، لما الواحد بيشوف هالصور يعني بيرق قلبه وإن شاء الله بيكون فيها بركة بإذن الله. شعورك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذا نبكي كلياتنا بس شفت شعراته على شاء الله آخر مرة. صحيح صحيح راح لآخر مرة. يا سيدي ربنا يبارك فيك. اسمع وين يجي خالد يقول لك هذا الشيء؟ شغلهم بإيدك، شغلهم بإيدك.